نظمت إدارة الرياضة للجميع التابعة للهيئة العامة للرياضة مساء أمس بطولة كرة القدم لملاعب الصابون، البطولة التي أقيمت على ملاعب ساحة مشرف التابعة للهيئة، شارك بها 16 فريقا وأقيمت بنظام خروج المغلوب. اشترك اليوم بالبطولة 16 فريق على ملعب الصابون بملعب الهيئة العامة بمشرف لنظام خروج المغلوب. طبعا البطولة عدناها شاهد تنافس جدا قوي من افضل الفرق اللي مشاركة اليوم بالبطولة. نشكر نحن بالنهاية الإدارة العامة للشباب والرياضة وإدارة الرياضة الجميع دائما على التنظيم الرائع والاهتمام بالشباب الرياضة. دورة موفقة ما شاء الله، مجمعة شباب كتير نعرفهم في نطاق الحب والمحبه اللي موجوده في دوله الكويت ان شاء الله. اول مره تخش بطوله الصابون ديت، وشايفينها يعني فيها اكسايتنج كبيره وفيها ضحك وترفيه على معظم الشباب.